متابعين مختبر العلوم الاجتماعية، صباح الخير، نجدد بكم الترحاب اليوم في محاضرة جديدة مع الدكتور اللي حاضر معنا اليوم من الجزائر، عمر الروابحي، في موضوع الجغرافيا السياسية للمنطقة المغاربية. أعزائي المتابعين، كما تعرفون أن محاضرة السبت هو برنامج يقدمه مختبر العلوم الاجتماعية بشراكة مع جامعة فاطمة الفيرية المفتوحة كل سبت، وتكون المحاضرات عبارة عن خبرات الباحثين المهتمين بالعلوم الاجتماعية في المنطقة العربية. المحاضرات تكون باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وتكون في إحدى المواضيع ذات اهتمام الباحثين. بالنسبة للمحاضرات فهي لا تقل عن 20 دقيقة، كما أنها لا تتعدى 45 دقيقة، ويعقبها بعض الأسئلة التي يقدمها المتابعون. بالتأكيد الهدف من هذه المحاضرات هو تقديم مشاركة علمية للباحثين، وكذلك بطريقة لا تكون مملة، خاصة أنها تكون أو تأتي في يوم السبت. أقدم لكم الباحث أو الدكتور اللي حاضر معنا اليوم من الجزائر، هو الأستاذ عمر وابحي، محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البويرة الجزائر، وخبير دراسات شمال إفريقيا لدى مركز دراسات الشرق الأوسط أورسان بتركيا. صدر له عدة مؤلفات ونشر مجموعة من المقالات في مجال القانون الدولي، حقوق الإنسان، الفقه الدستوري، الدراسات الأمنية. الأستاذ عمر وابحي عمل كزميل زائر في جامعة إسطنبول، وكذلك في جامعة فريبورغ السويسرية وجامعة هيدلبرغ الألمانية. حتى لا أطيل عليكم، سوف أقدم المايك للدكتور حتى يقدم محاضرته تحت عنوان الجغرافيا السياسية للمنطقة المغاربية، وبعد ذلك سنحاول جمع الأسئلة التي يمكن أن يقدمها المتابعون إما عن طريق التعليقات في صفحتنا بالفيسبوك أو عن طريق الرسائل. شكرا، تفضل دكتور، ومرحبا بك اليوم معنا في برنامج محاضرات السبت. جد مهتمين بالاستماع إلى محاضرتك، وكذلك متأكد من أنه سيكون عدة أسئلة التي سوف نحاول تقديم أهمها في نهاية المحاضرة. تفضل دكتور. الله يبارك فيك يا أستاذ زبير، أنا شاكر لكم هذه الدعوة الكريمة، يعني لك ولكل الطاقم الذين معكم في الجامعة المفتوحة وفي المختبر، ويعني لأن الوقت، يعني هذه محاضرة طويلة جدا في الحقيقة، يعني تستغرق ربما ساعة ونصف إلى ساعتين، فأنا أحاول سوف أحاول في هذه الجلسة أن أختصرها قدر المستطاع، وأركز على ربما الأمور المفاتيحية في يعني المتعلقة بالجغرافيا السياسية بشكل عام، وإسقاط ذلك على المنطقة المغاربية. إذا بدأنا على بركة الله، نقول أنه هناك فرق بين مفهومين أساسيين، هو مفهوم الجغرافيا السياسية والجيوسياسة، الجيوبوليتيك باللغة الإنجليزية. الجغرافيا السياسية هي في الحقيقة تدرس تأثير الجغرافيا على السياسة، في حين أن الجيوسياسة تدرس تأثير السياسة على الجغرافيا، لأن عموماً الجغرافيا السياسية الذين يشتغلون في هذا الحقل المعرفي يكونون عادة من الباحثين وليسوا من السياسيين، في حين أن الذين يشتغلون بالجيوسياسة يدمجون بين الجانب البحثي والجانب، يعني يكونوا سياسيين أو قريبين من مراكز صناعة القرار ومن الساسة. فيعني نحن في هذه المحاضرة سنركز على المفهوم الأول، وهو الجغرافيا السياسية التي تدرس تأثير الجغرافيا على السياسة وليس على الجيوسياسة، الجيوبوليتيك، وهي أكثر تعقيدا بطبيعة الحال، والمشتغلون فيها يكونون أكثر نفاذا يعني وأقرب إلى دوائر صناعة القرار. لذلك يعني نحن كأكاديميين والجمهور الذي يستمع إلينا الآن يعني يغلب عليه الطابع الأكاديمي، سوف نركز في هذه المداخلة على الجزء الأول وهو الجغرافيا السياسية. الجغرافيا السياسية هي في الحقيقة علم يدرس أو يهتم بدراسة الأقاليم والوحدات السياسية،
الوحدات السياسية يعني نقصد بها في القانون الدولي العام مجموعة الدول والمنظمات الدولية وبشكل عام الكيانات التي تحظى باعتراف القانون الدولي كأشخاص من أشخاص القانون الدولي. لذلك الجغرافيا السياسية تركز بشكل أساسي على الإقليم، يعني سواء كان بحرياً أو برياً أو جوياً، وعلى الوحدات السياسية وهي التي تتشكل من الفواعل البشرية الموجودة على هذا الإقليم. الجغرافيا السياسية هي كعلم يعني في الحقيقة مركب تتداخل فيه مجموعة كبيرة من الحقول المعرفية. يعني نذكر على سبيل المثال حقول معرفية مرتبطة بالجغرافيا مثل النبات والحيوان والاجتماع والاقتصاد، وحقول معرفية أخرى مرتبطة بالسياسة كذلك. فالنقاط التي تلتقي بين هذه الحقول تشكل لنا ما يسمى بمباحث الجغرافيا السياسية. الجغرافيا السياسية هو يعني حقيقة كعلم يعني هو حديث النشأة، ولكن لديه جذور يعني تغوص في الزمان، ونجد لها يعني كثير من الكتابات المتناثرة هنا وهناك في الشرق والغرب. ولكن يعود الفضل يعني في إضفاء ما يسمى بالمنهج والموضوع، يعني كل علم هو لديه موضوع ومنهج، فيعود الفضل في إضفاء منهج وموضوع على الجغرافيا السياسية للفقيه الألماني راتزل. راتزل كتب لنا كتابا شهيرا بعنوان الجغرافيا السياسية سنة 1887، وكانت الموضوعات التي يعني تناولها راتزل يعني محاولا يعني وضع موضوع ومنهج لهذا العلم، يعني تناولتها كثير من الكتابات القديمة بشكل مفترق ومختلف ومجتزأ أيضا، دون أن يعني يكون هناك صياغة نهائية لعلم محترم يعني واضح المعالم كما وضعه لنا الفقيه الألماني راتزل. بعد ذلك يعني تولت الكتابات لا سيما الكتاب أو الجغرافيون الفرنسيون من أمثال جون بيرنهانس وألبرت ديانغون وفيدال دولاباش، وهم أيضا حاولوا أن يعني يصوغوا هذا العلم بشكل أساسي، مع الاختلافات الموجودة دائما وأنا دائما أتحدث عنها بين المدرسة الألمانية والمدرسة الفرنسية. يعني تتضح هذه الاختلافات حتى في تعريف الوحدات السياسية التي تدرسها الجغرافيا السياسية. فنحن نجد على سبيل المثال راتزل الألماني يرى أن الدولة تعتبر وحدة سياسية وهو يشبهها بالكائن الحي، في حين أن الفرنسيون دائما يركزون على الجوانب الثقافية والقومية في مقاربتهم لتعريف الدولة. طبعا الفرنسيون معروفون في هذا الإطار، يعني خصوصا الأنثروبولوجيون الفرنسيون دائما ما يركزون على الثقافة، وهذا الحقيقة هذه المقاربات المختلفة بين المدرسة الألمانية والمدرسة الفرنسية تنعكس حتى على طبيعة من الناحية التاريخية على طبيعة الاستعمار. الاستعمار الفرنسي يختلف تماما عن الاستعمار الإنجليزي أو الأمريكي أو الألماني، من حيث كونه لا يركز كثيرا على الجوانب الاقتصادية وإنما يركز على الجوانب الثقافية ويحاول صهر الشعوب التي يحتلها ضمن بوتقة الثقافة الفرنسية. لذلك الجانب الاستئصالي حاضر بقوة في يعني في التركيبة الثقافية للفلاسفة عموما الذين ينتمون إلى المدرسة الفرنسية، وهذا بخلاف الألمان بطبيعة الحال. الآن بشكل سريع موضوعات الجغرافيا السياسية يمكن حصرها في أربع محاور أو أربع كتل أساسية. المحور الأول، الجغرافيا السياسية تدرس لنا علاقات المكان داخل الدولة. علاقات المكان داخل الدولة، يعني في ذلك توجد مجموعة من العناوين الجزئية مثل إقليم القلب والأطراف، علاقة المدن الرئيسية أو الرئيسة بأقاليمها،
علاقة المدن الرئيسية بعضها والبعض الآخر، التنظيم الإقليمي الداخلي إلى غير ذلك. الكتلة الثانية التي تهتم بها الجغرافيا السياسية هي دراسة علاقات المكان بين الدول، يعني بشكل أوسع من الكتلة الأولى، حيث تدرس لنا الحدود السياسية الأرضية، المائية والجوية، ونوع الحدود الأرضية، ومشكلات الحدود والعلاقات الدولية. أما الكتلة الثالثة التي تهتم بها الجغرافيا السياسية فهي دراسة أنماط الدول من حيث يعني المعطيات الجغرافية، من حيث المساحة ومن حيث يعني التضاريس والمناخ وغير ذلك. الآخر كتلة هي التكتلات الدولية، يعني دراسة الأحلاف الكبرى، التجمعات الاقتصادية، التجمعات الاقتصادية السياسية مثل الاتحاد الأوروبي وغير ذلك. فعموما هذه هي موضوعات الجغرافيا السياسية. لكن الجغرافيا السياسية أيضا تدرس لنا العوامل المؤثرة على قوة الدول، يعني من حيث طبيعة تواجد الجغرافي ومن حيث تركيبة السكان. هناك قانون شهير يعني يستخدمه كثيرا الجغرافيون السياسيون، هو قانون 5 في 6. هذا القانون يدرس لنا أو يعطينا يعني تصورا واضحا حول العوامل المؤثرة على قوة وضعف الدول. المقصود بخمسة في ستة هو 5 عوامل طبيعية أساسية و6 عوامل بشرية أساسية أيضا. في العوامل الطبيعية نجد الموقع، حجم ومساحة الدولة، الشكل، المظاهر الطبيعية، والمناخ. في حين نجد ضمن العوامل البشرية أنواع الكيانات البشرية، حجم وتوزيع السكان على الخريطة، تركيبة السكان يعني من حيث العرق، المذهب، النوع إلى غير ذلك، الأقليات، الهجرة، والموارد والأنشطة الاقتصادية. فعموما قانون 5 في 6 هو القانون الأساسي في الحقل المعرفي الذي يسمى بالجغرافيا السياسية. إذا أخذنا هذه العناصر بشكل سريع نقطة نقطة مبرزين يعني القوانين المتعلقة بكل محور، ثم نقوم بعملية الإسقاط على منطقتنا المغاربية. إذا بدأنا بالموقع نجد أن الموقع مهم للغاية، حيث يعني ما هو شائع عند عموم الناس أن المنطقة التي نعيش بها وهي منطقة حوض المتوسط هي منطقة قلب العالم، وهي المنطقة المحورية ومنطقة الأديان السماوية والحضارات القديمة، في حين أن الجغرافيا السياسية لا المعاصرة لا تعتبرها كذلك، وإنما تعتبر المنطقة التي ترونها في أسفل الشاشة على الجهة اليسرى هي منطقة قلب العالم، و كل الأحلاف والمحاور والصراعات الموجودة حالياً تستهدف السيطرة أو خنق هذه المنطقة، ونقصد بذلك منطقة أوراسيا أو المنطقة يعني بالتعبير المعاصر هي منطقة روسيا المعاصرة وروسيا الاتحادية حالياً. الخريطة باللون الأحمر توضح لنا منطقة قلب العالم، منطقة قلب العالم التي يعني تدور الأحلاف والصراعات كلها في المعاصرة حاليا للسيطرة عليها. إذا يعني حاولنا استنطاق هذه الخريطة نجد أنه الدول باللون الأخضر تشكل ما يسمى بالهلال الأول. هذا في الجغرافيا السياسية يسمون هذه المنطقة بمنطقة قوى البر. ثم إذا لاحظنا اللون الأزرق أيضا فهو يشكل هلالا ثانيا أبعد مدى، يعني من حيث احتواء المناطق الأخرى، وهذه تسمى في الجغرافيا السياسية بقوى البحر. نحن نجد أن منطقتنا المغاربية والمنطقة العربية بشكل عام تقع بين الهلالين، أي تقع بين قوى البحر وقوى البر. وهذه المنطقة يسميها الجغرافيون السياسيون كراش زون، يعني منطقة الارتطام، ارتطام القوى الدولية ومنطقة صراع القوى الدولية. ذلك يعني إذا عدنا ترتيب الأمور وضبط المصطلحات نجد أن منطقة الحوض المتوسط والمنطقة المغاربية هي ليست قلب العالم، وإنما هي منطقة ارتطام واصطدام القوى الدولية. طبعا هذا الموضوع ينبثق عنه الكثير من الاستنتاجات يعني التي يعني
تساعدنا على فهم مجريات الصراعات الحاصلة حاليا. من ذلك مثلا نجد أن التغيير السياسي في المناطق الموجودة باللون الأخضر واللون الأزرق يكون أسهل على يعني مقارنة بعمليات التغييرات السياسية الموجودة في المناطق باللون البني الفاتح، يعني في منطقة الارتطام. لذلك يعني نجد أن التغييرات في الاقتصادية في أندونيسيا وماليزيا في أطراف العالم الإسلامي قد نجحت إلى حد ما، يعني وحتى التغييرات السياسية هناك نجحت أيضا في تركيا، نجحت أيضا في أوروبا الشرقية، في حين أن منطقتنا يعني لا زالت تغلي، ويعني هناك دائما يعني مسارات للتغيير، وتجهض هذه المسارات بقوى داخلية وخارجية مضادة، لأنها بالنهاية وباختصار هي منطقة ارتطام القوى الدولية في العالم. إذا أردت أن أعلق يعني على ايضا يعني على هذه الخريطه بشكل سريع، يعني حتى لا تستغرقنا، يعني حتى نضع المشاهدين الكرام في جو الموضوع وهو المنطقه المغاربيه بشكل سريع، نجد انه منطقه قلب العالم هناك نظريتان يعني لاحتوائها، يعني بين الجغرافيين السياسيين والدارسين للدراسات الاستراتيجيه. النظريه الاولى هي احتلال هذه المنطقة وحسم الصراع بشكل نهائي مع القوى الموجودة هناك. والنظرية الثانية ويقودها الفقيه الإنجليزي ماكندر، وهي ليست الاحتلال وإنما احتواء هذه المنطقة وحصارها بشكل دائم لإنقاص وتخفيض وإضعاف قوتها العسكرية والاقتصادية. النظرية الأولى سقطت، لماذا؟ لأن هذه المناطق شاسعة جدا ومناخها يعني مناخ صعب للغاية. لذلك نجد أن نظرية احتلال هذه المنطقة هي نظرية سقطت يعني بشكل فعلي وبشكل واقعي لصالح النظرية الأخرى، وهي نظرية الاحتواء. ما الذي يجعل النظرية الأولى تسقط؟ يعني هناك يعني دليل في التاريخ موجود. يعني إذا سألتكم ما هي الإمبراطورية العالمية التي احتلت مساحات شاسعة في العالم وكانت يعني هي أكبر إمبراطورية احتلت مساحات على الإطلاق في العالم ولم يحتلها أحد؟ العارفون بالتاريخ سيجيبون بأن المغول هم الذين احتلوا أجزاء كبيرة من العالم ولم يحتلهم أحد في عقر دارهم في منغوليا، لأن هذه المنطقة تقع في قلب العالم ويستحيل مطاردة يعني آلاف المقاتلين في تلك المناطق، يعني وهزيمتهم في عقر داره. لذلك دائما سياسات الدولية منذ القدم إلى غاية اليوم كانت تتجه نحو احتواء هذه المنطقة. طيب، إذا دخلنا الآن بشكل سريع في موضوعنا وهو موقع الدول المغاربية، بعدما حددنا أن المنطقة المغاربية تقع في الكراش زون، يعني في منطقة الارتطام، الآن نسلط الضوء بشكل داخلي على هذه المنطقة التي تقع بين دائرتي عرض 15 و38 درجة شمالا وخطي طول 17 و25 درجة شرقا. المنطقة المغاربية تبلغ مساحتها 6 مليون كيلومتر مربع، وسوف نرى دلالات هذا الرقم في الجغرافيا السياسية أيضا. هذه المنطقة تشكل حوالي نصف مساحة العالم العربي، وتشكل حوالي 20% من مساحة إفريقيا، وتشكل حوالي 5% من مساحة العالم. إذا افترضنا أن هذه المنطقة سوف تنجح في المستقبل لإقامة وحدة سياسية بين دولها، فإنها ستكون يعني الكتلة السابعة عالميا من حيث المساحة، بعد كل من روسيا وكندا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأستراليا. فنحن نلاحظ أن هذه المنطقة يعني رغم كونها تقع في الكراش زون، إلا أنه التغيير فيها صعب جدا، ولكن إذا حدث التغيير فسوف تكون كتلة وازنة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. هذه المنطقة يعني يبلغ طول السواحل فيها بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي 7000 كيلومتر، يعني 4200 كيلومتر على البحر المتوسط و 2600 كيلومتر على المحيط الأطلسي، بمعنى أن هذه المنطقة
لديها مطلان بحريان أساسيان، مطل على بحر ومطل على محيط، ولديها مضيق دولي استراتيجي وهام للغاية. في الجغرافيا السياسية هناك مجموعة من القوانين التي تحكم موقع الدول، من بين ذلك من بين القوانين يعني الموقع بالنسبة لدوائر العرض. دوائر العرض هي أكثر أهمية بالمناسبة من خطوط الطول لأنها تتعلق بالمناخ. الدارسون للجغرافيا السياسية يقولون بأن المناطق التي تقع في مناخات معتدلة هي الأكثر حظوة لأن تصبح قوى إقليمية وقوى دولية، في حين أن المناطق التي تقع في دوائر عرض بها مناخ صعب حار جدا أو بارد للغاية أو فيه رطوبة كثيفة فهي المناطق الأقل أهلية لأن تصبح في موقع التأثير الإقليمي والعالمي. إذا نظرنا إلى الدول الكبرى في العالم حاليا نجد أنها تتمتع بموقع مثالي بالنسبة لدوائر العرض، فجميعها يقع في عروض معتدلة وهذه العروض تساعد على التقدم والنشاط والحيوي مثل دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. داخل هذا الموضوع نشأت نظرية الحقيقة فيها جوانب من الصحة وفيها جوانب من الطرافة أيضا، وهي نظرية الحتم البيئي، وهي نظرية قديمة ولكن لا يزال بعض الجغرافيون السياسيون يتداولونها في الوقت المعاصر. هذه النظرية يعني إذا فتحنا دفاتر الكتابات القديمة نجد باحثا وعالما مثل هيرودوت يقول أن البلاد السهلية التي بها سهول لا تنتج رجالا أشداء، وأن الفرس يعني فضلوا كشعب إمبراطوري أن يعيشوا في بلاد وعرة يعني فيها جبال وبلاد صعبة على أن يعيشوا في السهول ويقومون بالزراعة مثل العبيد. يعني هذا ما الذي يعني تقوله لنا نظرية الحتم البيئي، فهي تحاول أن تعطينا تفسيرات لقوة وضعف الدول بالنظر إلى مواقعها الجغرافية. لدينا أيضا هيبوقراط الطبيب والكاتب الإغريقي يقول أن نقص الشجاعة والروح الوثابة عند سكان آسيا يرجع أساسا إلى قلة المدى الحراري الفصلي الذي يسود تلك الجهات. معذرة. طبعا هناك العديد من الكتابات يعني حول من هذا القبيل يعني التي تعطي تفسيرات تربط الشجاعة والجبن والنشاط والكسل بالعوامل البيئية والمناخية. مونتسكيو مثلا من المعاصرين او من يعني في التاريخ الحديث يذهب في نفس الاتجاه فيقول انه يعني من غير المستعجب ان يكون سكان الجهات الحارة يعني هم أقرب إلى أن تكون لديهم مواصفات العبيد، وبالتالي هذا ما شجع القوى الغربية إلى يعني استعبادهم ونقلهم في السفن إلى أمريكا ومناطق أخرى. فيعني هذه باختصار يعني بعض القوانين المتعلقة بالموقع من حيث المناخ. أيضا الموقع مهم للغاية، عندما يعني نقرأ يعني على الخريطة نجد بعض الدول الحبيسة هي عادة تكون هذه الدول أقل قوة من الدول التي لديها مطلات بحرية كثيرة على بحر ومحيط مثل ما هو الحال في المنطقة المغاربية. فالدول الحبيسة تختلف عن الدول التي تمتلك سواحل فعالة يعني مطلة على مناطق استراتيجية، وتختلف عن الدول التي لديها مطلات متعددة على بحار ومحيطات، وتختلف يعني حتى بين هذه الدول تختلف هذه الدول فيما بينها إذا كانت مطلة على بحر مفتوح أو بحر مغلق. من القوانين أيضا المتعلقة بالموقع محاولة قراءة خرائط العالم بشكل محاولة قراءة خرائط العالم بشكل فيه الكثير من ضرب الأمثال المتعلقة بالحيوانات. الصورة التي أمامكم عند الجغرافيون السياسيون يقرؤونها على أساس أن أوروبا تعتبر تنيناً يعني رجله الأولى إيطاليا ورجله الثانية
اليونان أو منطقة مالطا، ورأسه إسبانيا، ويوشك أن يبتلع شمال الأفريقي. وطبعا هذه ربما يعني تثير كثير من الطرائف هذه يعني التصورات حول الجغرافيا السياسية، ولكن فيها نسبة من الحقيقة عندما نسقطها على الواقع. في حين أن المنطقة المغاربية، سوف أريكم الصورة بعد قليل، تشبه المسدس الذي تتجه فوهته إلى المشرق. طبعا هذا له دلالات كبيرة جدا، خصوصا عند بعض الفئات في منطقتنا المغاربية التي تعتبر أنها لا تنتمي إلى ما هو سائد من ثقافة عربية إسلامية، وتريد أن تطلق النار على المشرق بدل أن تطلقه على الشمال. فهذه كلها يعني قراءات موجودة في الجغرافيا السياسية بين الأقليات والأغلبيات في مختلف المناطق. طيب، أحاول أن أمر بشكل سريع يعني حتى أركز على العناصر المهمة. أيضا الجغرافيون السياسيون عندما يتحدثون على حجم ومساحة الدولة يميزون بين الحجم والمساحة. فالمساحة معروف يعني هي المرتبطة بسعة المنطقة الجغرافية، أما الحجم فهو لا يرتبط بالسعة، ولكن يرتبط بقوة الدولة الذي يدخل فيه عوامل أخرى مثل العوامل العسكرية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك. لكن الجغرافيون السياسيون في مساحة الدول يصنفون الدول إلى 8 أصناف أساسية. لدينا الفقيه باوندز، وسبحان الله اسمه يحمل يعني دلالة على تخصصه، فهو يحاول أن يزن الدول، باوندز أن يزن الدول من حيث مساحتها. فهو يقسم الدول إلى دول عملاقة ودول ضخمة، دول كبيرة جدا، دول كبيرة، دول متوسطة، وفي الأخير دول قزمية، ويضع أرقاما تتعلق بالمساحات عند كل صنف من الأصناف. ما يهمنا في هذا التقسيم أننا عندما يعني نقيس مساحة المنطقة المغاربية نجدها أنها تندرج ضمن الدول الضخمة outside states، التي تتراوح مساحتها بين 2.5 إلى 6 مليون كيلومتر مربع. هذه الخريطة التي حدثتكم عنها، فهي تشبه شكل المسدس شمال أفريقيا الذي تتجه فوهته إلى المشرق. طبعا هذا بعض الأقليات تحب أن تقرأه بهذا الشكل، ولكن في الجغرافيا السياسية شكل الدول مهم للغاية. فالدول إذا كانت مساحتها مشتتة تختلف عن الدول التي تكون مساحتها مجتمعة، والجغرافيون السياسيون يفضلون دائما الشكل المربع للدول. المربع يعني عندهم القوة، المربع أو المستطيل يعني، بدل الدائرة وبدل المساحات المشتتة التي فيها يعني جزر متفرقة إلى غير ذلك. فعندما نلاحظ المنطقة المغاربية نجدها أنها تشبه إلى حد ما المستطيل، وهذا دلالة قوة عند الجغرافيون السياسيين. طبعا هذه مساحات دول المنطقة المغاربية، وهي كلها يعني مساحات تتراوح بين المساحات المتوسطة إلى المساحات كبيرة الحجم، وهذا أيضا لديه دلالة كبيرة جدا في الجغرافيا السياسية. من العوامل التي تلعب دورا أيضا مهما في الجغرافيا السياسية كثافة السكان وتوزيعهم، حجم الموارد الطبيعية وتنوعها، مرونة المواصلات، تجانس البناء البشري، ورسم الحدود بين الدول المختلفة. إذا حاولنا أن نقرأ خريطة توزع السكان في المنطقة المغاربية نجدها، وهذا من عوامل الضعف الكبيرة جدا في المنطقة، نجد أن غالبية السكان يتركزون في مناطق السواحل فقط، وأن المساحات باللون الأصفر هي مساحات فارغة. هذا ما يسميه الجغرافيون السياسيون بالعمق الجغرافي والعمق الاستراتيجي. فما الذي يقصد بكل واحد منهما؟ العمق الجغرافي، عادة الجغرافيون السياسيون يركزون فيه على توزع السكان وعلى موقع العاصمة. إذا تأملنا مواقع العواصم في المنطقة المغاربية نجدها كلها تقع في السواحل، طرابلس، تونس، الجزائر، الرباط، نواكشوط، فكل هذه المناطق تقع
على السواحل، في حين أنه من المفترض أن تكون العواصم وفق هذا الشكل، يعني في وسط الجغرافيا لكل دولة، في وسط الجغرافيا لكل دولة. لماذا يركز الجغرافيون السياسيون على هذه النقطة؟ يركزون عليها بعد قراءات يعني طويلة تتعلق بالاستعمار الأجنبي الذي داهم المنطقة وسهولة سقوط العواصم الساحلية. كما تعلمون أنه يعني المدن الساحلية يسهل احتلالها سواء من حيث الإنزال الجوي على السواحل أو من حيث الإنزال البحري، فهي دول فهي يعني مناطق يسهل احتلالها، في حين إذا كانت يعني متحصنة بالجغرافيا وفي الوسط فحتى يصل العدو لإسقاط العاصمة والدول تسقط من عواصمها كما تعلمون، فيتكبد قبل الوصول خسائر كبيرة ويمكن أن ينهزم العدو. أتذكر أنه يعني لو أخذنا الجزائر كمثال، يعني في مشروع لتغيير العاصمة السياسية للجزائر يعني إلى مناطق داخلية أكثر، يعني في مشروعين في الحقيقة، يعني مشروع تم يعني العمل عليه بشكل كبير وإنجاز بنية تحتية كبيرة منه، وهو منطقة كوبزول التي تقع جنوب العاصمة بحوالي 200 كيلومتر العاصمة الحالية، وهناك مشروع أيضا لا يزال قيد الأدراج وهو أن تصبح مدينة المنيعة والموجودة عند العلامة الحمراء يعني في وسط الجزائر تماما، وهي اسمها منها يعني تسمى المنيعة، المنيعة من الاحتلال يعني حتى تصبح عاصمة، لكن هذا المشروع يعني لم يرى النور لحد الآن. فالجغرافيون السياسيون يركزون على موقع العاصمة بشكل أساسي وبشكل كبير. أما ما يقصد بالعمق الاستراتيجي، العمق الاستراتيجي معذرة، أما العمق الاستراتيجي فهو يختلف عن العمق الجغرافي. العمق الاستراتيجي مرتبط بالتضاريس وبعوامل أخرى، فيمكن أن تكون العاصمة في الشمال ولكن تكون محاطة بمثلا بين سلاسل جبلية وعرة، أو محاطة بعدة ثكنات عسكرية ومنظومات دفاع جوي تستطيع أن تؤمنها حتى وهي غير موجودة في وسط الجغرافيا. هذا ما يقصد به في العمق الاستراتيجي. زبير، كم بقي معي من الوقت؟ لأني لا أحسب الوقت يعني حتى أضبط يعني ما تبقى. دكتور، يعني نقدر نقول أنك حاليا قدمت 25-28 دقيقة. تمام، يعني إذا كان ممكن أنك باقي سلايدز تحاول تلخصهم في دقيقتين أو أقل حسب المستطاع. تمام. طيب أنا سوف أضع المحاضرة كلها يعني أمامكم، أرسلها للمنظمين يعني حتى يسهل الاطلاع على بقية الشرائح التي لم تعرض في يعني في هذه المداخلة. يعني أريد في الختام ربما أن أركز على، طبعا الموضوع كبير جدا يعني فيه مجموعة أو حزمة من القوانين حول كل عنصر من العناصر المتعلقة بالجغرافيا السياسية وفي إسقاطات له على المنطقة المغاربية، ولعلي ربما أختم بأنواع الكيانات البشرية في المنطقة المغاربية بشكل نظري وبشكل عام. الجغرافيون السياسيون يقسمون الكيانات البشرية إلى ثلاث عناصر أساسية. هناك كيانات مرتبطة يعني ما يسمى بالكيان المترابط البسيط، وهو الكيان يعني الدولة التي فيها تجمعات بشرية متماسكة ومتجانسة ولها القدرة على صهر الآخرين ضمن بوتقتها. طبعا وهذه من أمثلتها في منطقتنا مصر وتونس وليبيا. وهناك التصنيف الثاني ما يسمى بالكيان المتكامل المركب، وهو كيان موحد ولكن له هويات صغرى وهوية كبرى، ومن أمثلته الجزائر والمغرب وموريتانيا، ونقصد بالهوية الكبرى التوافق على الهوية القومية للدولة، يعني كأن تقول أنا مغربي أنا جزائري أنا موريتاني، يعني فيه لحمة وفيه شعور مشترك بين السكان. ولكن عندما ننزل إلى الأسفل نجد بعض الاختلافات من حيث المذاهب، يعني فيه مثلا سنة وإباضية في الجزائر وهم أقلية على كل حال. يعني عندما ننزل الأسفل أيضا نجد مثلا على المستوى العرقي نجد عرب وأمازيغ وبربر إلى غير ذلك. فهذا يسمى بالكيان المتكامل المركب،
والتصنيف الثالث هو الكيان الملتئم المتلائم، وهذا في الحقيقة هو وليد الاستيطان الأوروبي خارج أوروبا، ومن أمثلته جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذا النوع الثالث تحديدا هو يشبه ما يسمى بإعادة صناعة أو صياغة هوية وطنية للمختلفين في كل شيء، للمختلفين عرقيا ومذهبيا ودينيا. وهذا يعني هذه الإشكالية عويصة حلتها إلى حد ما المنظومة الغربية الحديثة التي اعتمدت الديمقراطية والتمثيل الديمقراطي. لذلك نجد أن هناك كيانات ملتئمة متلائمة قوية جدا أصبحت قوة عالمية. فاختلاف الناس لا يعني بالضرورة أن تكون الكيانات التي ينشئونها كيانات ضعيفة وقابلة للاختراق وقابلة للاحتلال. أختم عند هذه النقطة وأنتظر أسئلتكم يعني حتى أتمكن من الإجابة عليها، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع والإنصات. شكرا دكتور عمر، يعني محاضرة كانت جد شيقة، استفدنا كثير من خبرتك في مجال الجغرافيا السياسية. بالتأكيد فإن الموضوع كان غني من الناحية النظرية، بالتأكيد هناك عدة تطبيقات التي أشار إليها الدكتور عمر الوابحي. كان هناك إشكال وحاولنا نناقشه مع الدكتور عمر، هو مسألة الحديث حول قضية الصحراء، واقترحنا أنه في هذه المحاضرة نتجنب الموضوع حول الحديث عن قضية الصحراء، أولا لأنه فقط هناك محاضر الذي سيكون حاضر معنا اليوم، ارتأينا إذا كنا سنحاول الحديث حول الموضوع أنه يكون نقاش مؤتمر ندوة ويكون فيها خبراء باحثين من دول عربية مختلفة. بالتأكيد المحاضرة اللي قدمها الأستاذ عمر الروابحي هي محاضرة من إنتاجه وتمثل رأيه الشخصي، وبالتالي فمختبر العلوم الاجتماعية هو مؤسسة بحثية حيادية، ونحاول دائما خلق توازنات في الرأي والرأي الآخر. بالتأكيد فسنحاول مشاركة نسخة كاملة من المحاضرة اللي قدمها الأستاذ عمر مع الباحثين بمجرد التوصل بها. هناك العديد من الأسئلة التي توصلت بها عبر الرسائل. هناك سؤال يتحدث عن تغييب الدراسات الجغرافية السياسية في العالم العربي أو في المنطقة العربية. أنا أتحدث عن نفسي أيضا كباحث في العلوم السياسية، عمري يعني حضرت أو شاهدت مؤتمر يتحدث عن الجغرافيا السياسية، يعني بالتأكيد جيوبوليتيك نسمع به كثيرا، ولكن كأنشطة علمية كأبحاث كدراسات هو جد مغيب في العالم العربي. أنت دكتور عندك مشاركات عديدة في جامعات سويسرية ألمانية في الجزائر، وبالتأكيد ندوات في تركيا، وبالتأكيد شاركت في مؤتمرات متعددة. كيف يمكن الحديث حول الجغرافيا السياسية كعلم في العالم العربي أو في دول أخرى، وما هو رأيك لماذا هو مغيب في لدى الباحثين العرب؟ الجغرافيا السياسية هي علم مفخخ وخطير جدا، التخصص فيه يعني شيء يعني يحمل الكثير من المخاطر للباحثين المتخصصين. أنا يمكن أن أسمي لك كثير من الأسماء تم اغتيالها، يعني توفي في ظروف غامضة، على رأسها مثلا الجغرافي السياسي المصري المعروف جمال حمدان. فأنا أصنف هذا الحقل المعرفي بحقل القوة أو حقل اكتساب القوة، حقل اكتساب القوة. هذا الحقل المعرفي ينتعش في الدول التي توجد فيها حريات، والدول التي يعني لديها مشروع خارج حدودها، فهم يعني مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل بريطانيا، مثل فرنسا. فهذه الدول يعني تهتم كثيرا بالعلمين، يعني الجغرافيا السياسية والجيوسياسية مع بعض. لماذا؟ لأنه هذا الحقل المعرفي، الجغرافيا السياسية أو الجيوسياسة، هو يمثل عقل الدولة التي تريد أن تهيمن وتصنع لنفسها مكانة على المستوى الإقليمي والدولي. أما الدول الخاضعة للتأثيرات الأجنبية فأن يكون هذا العلم منتشرا فيها وتكون هناك ندوات، فهذا صعب جدا مع الأسف، لأنه لا يوجد فيها استقلالية قرار، فلذلك يعني لا يوجد اهتمام كثيرا، يعني خصوصا من طرف الدوائر الرسمية،
بهذا العلم، يعني لأنه غالبية الدول والحكومات في منطقتنا هي حكومات لديها رؤية جزئية فقط لحل المشاكل الجزئية، يعني ليست لديها مثلاً رؤى وحدوية لإقامة وحدة في المنطقة، للسعي للتحول إلى قوة إقليمية وقوة دولية. فهذه كلها أسباب تجعل يعني هذا العلم مغيباً في الساحة العربية مع الأسف. بالنسبة هناك مجموعة من الأسئلة تمت إجابة عنها من خلال الجواب عن هذا السؤال، لذلك سأحاول تجنبها. هناك سؤال يتحدث عن من وجهة نظر الجغرافية السياسية كيف يمكن تفسير مآلات الربيع العربي، أو بسياق آخر كما عشنا في السنوات العشر الماضية كان هناك حراك في العالم العربي يسمى بالربيع العربي، ما هي وجهة نظر الجغرافية السياسية كائن في هذا الحراك؟ نعم، أنا أشرت لذلك في الحقيقة في بداية المداخلة، قلت أنه وعينا بالجغرافيا السياسية لمنطقتنا يعني يدفعنا إلى تجنب الكثير من الأخطاء وإلى رفع المزيد من التحديات، لأنه منطقتنا تقع في الكراش زون، يعني في منطقة الارتطام. فأي مساعي للتغيير، للديمقراطية، للشفافية، لمحاربة الفساد سوف تصطدم بمقاومة شديدة داخليا وخارجيا. لذلك نجد أنه يعني المقارنة مع دول أخرى، يعني في مسألة الديمقراطة، في مسألة النجاح الاقتصادي، هي مقاربة خاطئة من وجهة نظر الجغرافيا السياسية، لأنه ينبغي علينا أن نعرف المنطقة أين تقع. لذلك أنا ضربت أمثلة بالنجاح في ماليزيا، ونجاح في أندونيسيا، ونجاح في كثير من الدول بما فيها أوروبا الشرقية، وفي تركيا أيضا، في حين تحدثت عن الفشل في منطقتنا. وفي الحقيقة هو فشل نسبي، لأنه بالنهاية الفكرة عندما تخرج إلى الشارع، يعني حتى لو كان القمع شديدا والمقاومة شديدة، فهي بالنهاية الأفكار القوية ستنتصر ولو بعد جيل أو 3 أجيال أو 4 أجيال. ولكن ما أريد قوله أن التغيير في منطقتنا هو تغيير صعب جدا مقارنة بالمناطق الأخرى التي تقع في الهلالين. منطقتنا هي منطقة ارتطام، وعلى القوى التي تسعى إلى التغيير أن تستحضر هذا الجانب بشكل أساسي، أن تتمتع بالذكاء الاستراتيجي في تسيير مسارات التغيير. أوكي. هناك سؤال آخر يتحدث عن دور المنطقة المغاربية، أي دور ممكن أن تلعبه المنطقة المغاربية من الناحية الاستراتيجية في العالم. هل هناك مثلا تفسيرات في هذا الموضوع؟ بالتأكيد الحديث عن دول إقليمية، الحديث عن قوة اقتصادية، قوة سياسية للمنطقة المغاربية، جد صعب الحديث عنه خاصة في محيط فيه حضور لمجموعة من القوى الإقليمية كإيران، كتركيا، كالاتحاد الأوروبي، كأمريكا. هل بالفعل ممكن الحديث عن دول المنطقة المغاربية؟ يعني إذا قلت رأيي الشخصي، فأنا متفائل جدا، يعني يمكن الحديث عن كتلة وازنة أساسية في المنطقة، يعني يمكن أن نتحدث عن كتلة إقليمية كبيرة جدا. يعني ضيق الوقت في المحاضرة لم يتح لي أن أشرح مثلا أثر الديموغرافيا على الجغرافيا السياسية. المنطقة المغاربية إذا حسبنا تعداد سكانها فهي تفوق 100 مليون نسمة، وهذا الرقم خطير جدا في معادلة الجغرافيا السياسية. نحن لا يمكن أن نتصور، الجغرافيون السياسيون على الأقل لا يمكن أن يتصوروا أن تكون هنا قوة عالمية تعداد سكانها 200 ألف نسمة أو مليون أو 10 مليون أو حتى 30 مليون، ولكن الرقم من 80 مليون فما فوق هو رقم وازن في المعادلة الدولية. يعني لا يمكنك أن تبيد شعبا تعداده 100 مليون نسمة، ولا يمكنك أن تحكمه بالحديد والنار لمدة طويلة، يعني تتجاوز جيل أو جيلين. فهذا الرقم وازن. القوى الدولية حاليا، يعني القوى الدولية حاليا هي التي تعداد سكانها يتجاوز 100 مليون نسمة. لذلك أنا أعتقد يعني حتى مشاريع تحديد النسل يعني التي تعتبر موضة في منطقتنا هي مشاريع تهدف إلى تخفيض عدد السكان في المنطقة،
أنا أعطيك أرقام بسيطة جدا. في سنة 1830 احتلت فرنسا الجزائر، كان تعداد سكان الجزائر 10 مليون نسمة، وكان تعداد سكان فرنسا 33 مليون نسمة. أصلا أنت لا تستطيع أن تحتل أراضي أخرى إذا لم يكن لديك كثافة بشرية وديموغرافيا كبيرة. هذا ما ساعد فرنسا على أن تسيح في العالم، وما لم يساعد هولندا مثلا لأن تعدادها أقل أن يعني تنجح كقوى استعمارية. بعد ما خرجت فرنسا من الجزائر سنة 1962 بعد قرن وثلث يعني، كان عدد السكان على حاله 10 مليون نسمة، وعدد سكان فرنسا 47 مليون نسمة. بمعنى أن فرنسا أبادت خمسة أجيال من الجزائريين بشكل متتالي، تخيل يعني. فالقوى الدولية لأنها تعتمد على معايير العلم وتعتمد على مراكز الأبحاث تفهم كثيرا مدلولات الأرقام المتعلقة بالديموغرافيا. الوضع الحالي مثلا في كل دول المنطقة المغاربية هو أن هذه المناطق نجدها يعني تركز على الكثافة السكانية في الشمال يعني عند السواحل، في حين أنه لا يوجد مشاريع لتعمير الصحراء، وهذا خطر استراتيجي كبير على المنطقة. أنت لا يمكن أن تحافظ على 80% من مساحة المنطقة المغاربية وهي كلها صحراء بمجموعة بسيطة من المدن وبكثافة تشكل 20% من السكان فقط. لذلك الجغرافيون السياسيون يتحدثون دائما عن تحصين الجغرافيا بالديموغرافيا. الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يحتل سيناء في ظرف وجيز جدا، ولكنه اصطدم بمقاومة شرسة في السويس وبورسعيد، لأنه كانت هناك كتل بشرية ضخمة لم تمكنه من احتلال هذه المناطق يعني بسهولة ويسر. لذلك فهذه أرقام مهمة للغاية يعني ينبغي أن نولي لها كثير من الاعتبار. شكرا دكتور، ربي يعطيك الصحة، يعني كانت محاضرة شيقة وكان مضمون أو محتوى جد ملهم للباحثين في علوم السياسية أنهم يدرسوا أكثر هذا التخصص العلمي اللي أنا شخصيا كان أعتبره جد مهم. في النهاية هناك طلب من بعض الزملاء أنه إذا كان ممكن أن الدكتور يخلينا من بعض المقترحات كتب أو مقالات اللي ممكن الباحثين يبدأوا فيها في مجال الجغرافيا السياسية. بالتأكيد المحاضرة هذه راح تكون منشورة على قناتنا في اليوتيوب، سوف يتم نشرها كذلك على الفيسبوك على لينكد إن وباقي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمختبر. حاليا هذه نهاية المحاضرة ونهاية مشاركتنا اليوم، لكن نتمنى أن يكون حاضر معنا في أنشطة أخرى. نشكر الدكتور على مشاركته معنا وقبوله الدعوة، ونتمنى كذلك أنه المتابعين اللي كانوا حاضرين معنا أنهم يكونوا استفادوا كثيرا من هذه المحاضرة، وأنهم يمكن يرجعوا لها في أي وقت إذا كانوا يحبون ذلك. كلمة أخيرة للدكتور عمر روابحي، إذا كنت تحب تقول أي حاجة قبل إنهاء هذه المحاضرة. والله أنا أجدد الشكر لكم على هذه الدعوة الكريمة، وأنا يعني في الحقيقة سعيد جدا بالمشاركة مع الإخوة والأشقاء في المغرب. أنا تربطني يعني بالمغرب يعني علاقات وطيدة مع كثير من الأصدقاء والنخب والباحثين هناك، والشعب المغربي يعني شعب طيب وأصيل. يعني راح نخلي لكم يعني المادة العلمية لهذه المحاضرة، وأضع بريدي ورقم هاتفي تحت تصرفكم، يعني أي شيء يعني متعلق بالبحث العلمي فأنا جاهز يعني للمساهمة به معكم. شكرا جزيلا. أوكي دكتور، وكذلك نحن سعداء أولا كمغاربة بمشاركة باحث جزائري جد متألق في تخصصه العلمي، وكذلك كنوجه تحية لجميع متابعينا في الدولة الشقيقة الجزائر. بالتأكيد راح تكون محاضرات أخرى يكونوا حاضرين فيها معنا باحثين من الجزائر، ولكن بالتأكيد احنا كنحاولوا في مختبر العلوم الاجتماعية أنه دائما تكون هناك تنوع، يعني كانوا حاضرين معنا باحثين من اليمن، الأردن، فلسطين، مصر. كذلك نتمنى أنه في المستقبل القريب يكونوا حاضرين معنا باحثين من موريتانيا، من السودان، من دول عربية أخرى، ولما لا كذلك من دول الخليج. في النهاية أشكر الجميع المتابعين، أشكر المحاضر، ونتمنى لكم نهاية
أسبوع سعيدة، على أمل أن نراكم الأسبوع القادم. شكرا وإلى اللقاء. السلام.